حياة صعبة يعيشها سكان قرية إسومات التابعة لبلدية أصفون، وهذا راجع لغياب جل مستلزمات الحياة كالماء والغاز الطبيعي والانقطاع المستمر للكهرباء وحتى انعدام قنوات الصرف الصحي. انت عايش اذا كي نسعى هورن ذي مقران اشحال سنين يا كي انت زال في بريد كي ديجا هور نسعى لا يا بريد لا لا سيني اسمو لا يا مال الغاز دفير ثاني ولا شبوينتيد خدمنا غنفع اثاني يحبسوا كل بروجي يحبس ما انا ثاني شاطو ذا كي خدمنا تدمي ولا شمال هاد انت زال نزدغ غي طماطين وفي الله وكنا دزل دار ذا كي سيفي كل اشحال ثغمط امين هكا نقارن اشحال ثغمط ذا قست بدون على سوال هذا ما دور الخدمة والله نروح يا قبل حد نقوم باش نروح انا فوق ونضل حد نقوم. كما جعلت هذه الطرقات المتدهورة من قرية إسومات شبه معزولة وأولادها مضطرين للمشي على الأقدام للالتحاق بمقاعد الدراسة. حلي فرد انا سوال وقيد وكنت يخدم من هنا هنا كان يخدم وقيد وكنت يخدم من السفرية يهدوك واجي يهود يهود في الساونة ما تكشال وقردان اللي كور يعني تزيتين يكسر ما تساوون لا سوفرونس. هذا وقد طالب سكان قرية إسومات ببلدية أصفون من السلطات بضرورة التدخل العاجل وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة وفك العزلة عليها.